نحب نرجع على مسألة إعداد الانتخابات. أنا سبق منذ يومين تقريبا كتبت كونه أنا نشوف الحكومة هذه فيها تنقسم إلى قسمين، فيها لي برومي دو لا كلاس، هذوما اللي عندهم لي سي في اللي يرعبوا وعندهم دي كومبيتونس، وفما السياسيين اللي باش يحضروا الانتخابات، يعني جماعه باش ينقذوا البلاد وجماعه باش يحضروا الانتخابات. وينجموا يكونوا زاده اللي باش ينقذوا البلاد او ميم طون عندهم علاقه بالانتخابات. انا نرى اللي باش يحضروا الانتخابات عندي عليهم بعض التحفظات، وما ننكرش اللي انا عندي شكوك في كونهم تفرضوا على السيد مهدي جمعة. نعم، ولا هو باتفاق مع اطراف معينه يعني قرر باش يقبلهم. شكون هم؟ انا تحفظت على وزير العدل اللي هو رجل محترم، ولكن فما معناها اعتبارات، وحتى حد من نجم يفسخ التاريخ، ونتمنى له كونه يستطيع تجاوز هالاعاقه هذه، لانها معناها ماهيش باهيه. عندي تحفظ في اطار وزاره الداخليه. شوف يا جماعه، انا شفته سي بن جدو وتشرفت بمقابلته في اطار مجموعه البحث، مبادره البحث حول حقيقه حول اغتيال شهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهيم. راجل معناها طيب ياسر ويعطي انطباع باهي، ولكن انا من جهه اخرى زاد كايرفا نستحضر بوجوده كونه كل اغتيال وكل وثيقة اللي رغم اللي وصلتهم وما عملوا حتى شيء، وخسرنا يعني زعيم آخر بينما كان معناها عمر بيد الله، ولكن لا لم تقع المحاولة. كذلك مجريات البحث يعني تدل ما فماش وضوح. عندي شوية تحفظ. كذلك أنا كنت ذكرت وما نحبش نذكر الأسامي حول كاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية. هو قاضي تولى الولاية مرتين في عهد الترويكا، مرة في بنزرت ومرة في تونس. أنا سمعت إن هو عنده ديزافينيتي، معناها عنده شوية تقارب مع النهضة، وهذا مش عيب ومش ممنوع. رغم اللي أنا سمعت اللي ما عندوش. أي سمعتكم تقولوا، أي سمعتكم تقولوا. عندي حاجة أخرى حتى كان من نجمش نثبت هذاك. هو تولى الولاية في ولايتين. المفروض أنه تقع مراجعته ضمن مراجعات تسمية في الوظائف بقطع النظر يعني عن تقاربه بحزب معين. يا أخي هو في عود هذايا أعطوه يعني مسؤولية نتاع الجماعات المحلية، وهذه رأي مفاتيح الانتخابات يعني البلديات يعني هذايا زاد كذلك. سامحني مزيد، حما همامي قال حكومة جمعة انقلاب على خريطة الطريق. والله ما نعرفش انا، هو عنده تفاصيل نتاع خريطة الطريق، ولكن انا نعطي في وجهة نظري كمواطنة ملاحظة وعيني ماهمش في جيبي. كذلك وزير الشؤون الدينية، انا عندي شوية ذكريات، الله مانيش متأكدة منها، كان تلميذي فيما اظن، اذا كان ما خانتنيش الذاكرة، ولكن قطع النظر على كل شيء ومع احترامنا للناس، هو بانت أنه عنده معناها قرابة من النهضة، وكانت عنده تصريحات وأفكار تخوف النساء حول مجلة الأحوال الشخصية، تخوف الدولة المدنية حول الأوقاف. وأنا باش نقص الهدرة هذه، يعني كي نشوف حاجة فيها إشكال مشكلية كيفاش يكون الحسم فيها، وعملا بمبدا اللي نرجع له ما فماش حتى حد ضروري، وقت اللي نشوف برشا ناس اخرين كان ممكن يتحطوا في المكان هذاك بدون اثاره اي شغب وبدون اي تنازع وبدون اي تجاذبات، اذا ومع ذلك وقع. اذا انا
هذه نرى أنها حاجة تخلينا ننطلق نحو الانتخابات بكثير من التحفظ.